مجال شق الطرقات وصيانتها وتحديثها، بالإضافة إلى تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب والتطهير، وكذا الري الفلاحي. كما تناولنا خلال هذا الاجتماع المشاكل المهنية والمالية التي تعرقل من مهام المدراء المحليين، حيث قمنا بتسليمهم الاعتمادات المالية للسنة الجارية كل فيما يخصه. ويعتبر اللقاء فرصة لتسليط الضوء على خارطة الطريق لمختلف البرامج المسطرة وكيفية تجسيدها. وفيما يخص البرامج الجديدة، تطرقنا إلى العديد من النقاط الأساسية، ونذكر منها إتمام الدراسات وكيفية إعداد تذاكر الشروط واختيار الشركات المنجزة وفق ما يمليه قانون الصفقات العمومية. كما قدمنا خلال هذا اللقاء تعليمات لرؤساء المشاريع بضرورة السهر الدائم وضرورة إتمام المشاريع في أجلها المحددة مع ضمان الجودة في تجسيدها. كما تم التأكيد كذلك على ضرورة مواصلة المجهودات لرقمنة القطاع من خلال وضع نظام معلوماتي يسمح بمتابعة مختلف المشاريع قيد الإنجاز في مجال الأشغال العمومية على غرار الطرق والطرق السيار والمنشآت البحرية والمطارية وكذا مشاريع الري. وتعد الرقمنة بمثابة الأداة الأنجع والقادرة على تقديم المعلومات التي تسمح باتخاذ القرارات، وخاصة في بلد بحجم قارة بكاملها بأكملها. كما سيتم مرافقة وضع النظام المعلوماتي بحملة تكوين واسعة على مختلف المستويات. أما فيما يخص تسيير جانب الري، اغتنمنا الفرصة لتقديم توجيهات بضرورة الاستعمال العقلاني لهذا المورد الحيوي والاستراتيجي، خاصة مع التغيرات المناخية وشح تساقط الأمطار في بعض الولايات وانعكاساته السلبية على السدود. ولمواجهة هذه الوضعية، قام القطاع بإطلاق برنامج استعجالي سنة 2021 لمواجهة هذا الظاهرة، ارتكز أساسا على إنجاز عدد كبير من المناقب عبر الوطن، بحيث كان هذا البرنامج محل عرض قدمناه مؤخرا خلال اجتماع مجلس الحكومة، أين قمنا بإعطاء كل التفاصيل المتعلقة بمدى تجسيد العمليات التي حملها هذا البرنامج والأثر الإيجابي الذي خلفه على عملية تزويد الساكنة بالماء الشروب. وأمام تواصل ظاهرة شح الأمطار، قمنا بطلب تسجيل برنامج استعجالي إضافي قصد التحضير الجيد لشهر رمضان المعظم وموسم الاصطيافي لسنة 2023. وفي هذا الصدد، يجب التنويه بالبرنامج الوطني لتحلية المياه البحر الذي أكد عليه السيد رئيس الجمهورية مرارا من خلال إنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر في المدن الكبرى، حيث سيسمح بتموين المدن الداخلية المتواجدة على مسافة 150 كيلومتر من السواحل لتغطية حوالي 80% من احتياجات مياه الشروب من إجمالي ساكنة الوطن. وسجلنا كذلك عدة عمليات أو حتى تقليص ظاهرة التسربات المائية خاصة في المدن الكبرى، هذا ما يمكننا من ربح حجم معتبر من المياه الشروب المتسربة. من جهة أخرى، سنكثف من العملية التحسيسية لفائدة المواطنين فيما يخص أهمية هذا المورد النادر والعزيز، ألا وهو الماء الشروب. وبالموازاة مع ذلك، سنقوم بحملة إحصائية للآبار المنجزة، كل الآبار عبر مختلف أنحاء الوطن. وعلى صعيد آخر، تطرقنا كذلك إلى ضرورة تفعيل شرطة المياه، وهذا للحد من التبذير الذي لهذا المورد الاستراتيجي، ومحاربة إذا اقتضى الأمر الحفر العشوائي واللامسؤول وبدون دراسة للآبار الذي قد يهدد بتدني مستوى ونوعية المياه الجوفية في البلاد. وحثينا أيضا مصالحنا على الوقوف على كل احتياجات المواطنين في هذا الصدد، والتجاوب معهم في التكفل بانشغالاتهم لحد من هذه الظاهرة.
وشكرا. À votre disposition. ممكن نسبة امتلاء السدود حتى المخططات اللي كنا محطات في المياه البحر اللي تحدثنا عنها في 2020 الى اين وصلت؟ اسمها دي حوصلة على كل شيء راس. هي شرطة المياه هي موجودة وبمقتضى قانون المياه، ورئيس الجمهورية أمر بتفعيلها، وتفعيلها هي الشغل تاعها هي تحارب الاستعمال العشوائي للمياه بصفة عامة في الوديان، في حفر الابار بدون رخصه، لان المياه الجوفيه هذه ثروه المواطنين كلهم. السلطات العموميه هي على قرب من المواطنين، لما يقتضي الامر لحفر الابار من دون رخصه، ولا حتى السلطات هي اللي تدير حفر الابار، لكن كيكون الحفر باستيفاء عشوائيه راح ياثر على المواطنين الاخرين، ولهذا لازم تكون نظام، وهي راح تسهر على هذا النظام هاي الشرطه، وتكون هي اكثر تحسيس وماش ما نلحقوش لا ريبريسيون. دونك هذه من جهه اولى. نسبه هي بالنسبه للعام الماضي بالنسبة ل 21 هي نفس النسبة، لكن بالنسبة للعام الماضي تراجعت ب 5%، وهذا وحنا خذينا احتياطات ان شاء الله. مازال الموسم الشتاء مازال هذا وين بدا، ولكن احنا مع عودة تأهيل محطات تحلية المياه للبحر راح خلينا هو حفر أبر خلينا المياه السطحية للسدود هذه نخصوها للشطر اللي داخل البلاد اللي راهو في الهضاب العليا، ولهذا نشوفوا باللي الشطر الساحلي راهو زدنا من قدرات تحليه المياه، وهذا وبهذا رايحين ان شاء الله تكون توازن ونحافظوا على تسليم المياه للمواطن. مع الوزير. نعم. تطهير المياه المستعمله بالنسبه للري يعني المستعمله في الزراعه وين وصلت؟ وين افاق الجزائر راح توصل؟ وحاليا يعني لحبه لو تزودونا بارقام. الارقام نعطيك الارقام هي نظام تحليه المياه عبر الوطن ما يقادر مليار متر مكعب، مليار متر مكعب في السنه. تصفيه ولا تصفيه؟ نو تصفيه المياه، تصفيه سي ليبيراسيون. هي تصفيه المياه عندنا النظام ما يقارب مليار متر مكعب في السنه. احنا رايحين نعزو الانظمه القنوات اللي يديو لهذا لي ستاسيون ديبيراسيون، هذا محطه تصفيه المياه المستعمله. ولهذا كي نعاودوا الان ما راناش نستعملوا كميه كثيره، رانا نستعملوا اقل من 10% مياه فيهم، وكاين عمل امر به السيد رئيس الجمهوريه، كاين عمل راح نقوموا به باش نديروا سكون ابيل لو تيرسيير الثلاثي، النظام الثلاثي، باش تستعمل هذه المياه في الفلاحه، وكاين النظام بالصفه القانونيه احنا رايحين نديروا لتاطير الاستعمال هذايا باش ما يكونش الاستعمال بصفه عشوائيه كما تعلمون، باش احنا نحافظوا على الصحه تاع المواطن، ولهذا رانا احنا في طور تاطير هذا الاستعمال. السنه 2023 هي سنه اقتصاديه بامتياز بالنسبه للمؤسسات العموميه التابعه لقطاع الاشغال العموميه على المستوى الوطني، هل هناك مخطط لاعاده بعثها على غرار ما راينا في باقي المؤسسات العموميه في مختلف القطاعات؟ هذه المؤسسات هي
طبعا عرف التراجع في السنين هذه القليلة اللي فاتت، لأن هي كان تراجع بصفة عامة في ميدان الأشغال العمومية والري. كما تعلمون كان تراجع في الاستثمار العمومي، وهي مرتبطة كثير بالاستثمار العمومي. احنا كاين مخطط استثمار ثري اللي راح يكون، وبطبيعة الحال هي رايحة تستغل هذا الاستثمار الجديد باش راح نبعثوها. وحنا رانا نوجدوا في تنظيم جديد للمؤسسات هذه اللي يخليها تستفاد اكثر من هذا الاستثمار العمومي اللي راح ينطلق. والسيد رئيس الجمهوريه قال اكد بلي هذا 23 يكون عاود عجله الاقتصاد راح تكون اكثر دورا اكثر، ولهذا حنا هذه الشركات العموميه راح تستفاد وتوجد روحها باش تستفاد. باسكو بشرى العمال. نعم، هذا بشرى للعمال. بشرى للعمال طبعا ان شاء الله يكون العمل، لكن لازم المسؤولين والعمال يوجدوا روح. عطيت الارقام هذوك مقبله تاع لو بيك. ما نقدرش جوني با اون تيت لي شيفر دو شاك انتربريز جو با بو. بعد ما سير نرجع نخبرك السدود. نعم. عاد تم احصاء عدد السدود اللي تم كان جافه، يعني ماهيش فيها المياه، يعني لاحظنا عبر الولايات هناك السدود ماهيش نسبه المياه غير موجوده نهائيا، المياه جفت. أنا لا أعطيت لك النسبة بكاملها، هي تفوق حوالي 32% من الامتلاء من الكاباسيتي، قدرة السدود راهي بحوالي بصفة إجمالية. هي تكون في الشرق اكثر من الغرب، وهذه سنوين تعود كل سنه السدود تاع الشرق تكون اكثر ممتلئه اكثر من الغرب. كاين بعض السدود اللي نشفى كما جرف التربه ولا تراجعت، لكن هذه المناطق تستفاد اكثر من المياه الجوفيه، وهذا يكون توازن. ولهذا قلت انيفا باللي الان كاين هذا السدود. كاين حكم الجزائر العاصمه مثلا عندها 7 سدود يمدوا لها مع 6 ولايات المجاوره اللي راهي تتقاسم معها، وبان الجزائر العاصمه رانا زدنا لها، هي استفادت من مياه تحلية المياه البحر. هذه الكمية تاع تحلية النهر راح تخلي ما يوجد في السدود يوزع للولايات الأخرى اللي هي ماهيش مستفادة من مياه البحر. ولهذا قلت كاين توازن، احنا درنا حفر آبار كاين تحلية المياه، ولهذا المواطن ما يحسش بالفرق، لان تزويد المواطن بالماء الشرب ما يحسش به، لان درنا توازن بين الولايات. نعم. أنا قلت الآن إحنا يرانا متوجهين السبب يجي الماء يجي يومين بيومين نهار هي ماشي كل المواطنين اللي راهم عندهم كاين اللي عندهم يوميا، كاين اللي عندهم على مدى النهار 24، وكاين حسب الشبكة، وكاين اللي عندهم نهار بنهار. هي كاين نسب كما في رمضان ان شاء الله يكون في الجزائر العاصمه يكون 50% يكونوا عندهم يوميا، و 50% يكون عندهم نهار بنهار. كل مدينه عندها خصوصيات تاعها، لكن الحل الجذري هي في المستقبل القريب هي تحليه مياه البحر. لهذا قلنا عفوا تحليه مياه البحر الان راهي في 18%
من الماء الشروب مخصص لمياه البحر. عن مدى 18 عام 12 ولا 18 شهر تكون نلحقوا النسبة تفوت 40% 42% من الساكنة يكونوا في الماء من ناحية الماء الشروب يكونوا ممولين من تحلية المياه البحر. على المدى المتوسط نفوت 60%، وهذا يقدر يكفي بصفة يكفي للماء الشروب ويكون فيه توازن مع المياه السطحية والمياه الجوفية. دو كيستيون خليه قناة التاسعة الإخبارية. عندي سؤال في قضية مشاريع تحلية مياه البحر. أنا أعرف بلي رئيس الجمهورية أصدر تعليمات بإنشاء وحدات جديدة. هل هناك يعني مشاريع لربط الولايات الداخلية بالمياه تاع البحر؟ راح نعاود واش نقول علاه. في الشطر الساحلي يكون مموين، هي الشطر الساحلي على عرض 150 كيلومتر. على بالكم كيفاش التوزيع الساكنه في القطر الجزائري؟ راهي 80% راهي في على مسافه 150 200 كيلومتر في عرض على الساحل. هذو راح يكون موزع عليهم مياه بصفة نلحقوا راح نلحقوا حتى 60%. 60% يكونوا يوزعوا عليهم الماء تحلية ماء البحر. كي هذو يستفادوا من هذا الشيء، المياه السطحية والجوفية تكفي لباقي الساكنة. لهذا لك يكون كي تكون نطلعوا من نسبة تحلية ماء البحر راح يكون فيها توازن، والمواطن بصفة عامة يستفاد من هذا تحلية ماء البحر. تفضل. محفظنا احنا صحة الموقع الإخباري صوت البرس. مع الوزير كنتم تحدثتم قبل قليل على برنامج استعجالي لتزويد الساكنة بمياه الشرب خلال شهر رمضان. هل يمكن أن نقول أن الوزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية قد طمأن المواطنين بتزويدهم بالمياه خلال شهر رمضان؟ إن شاء الله، لأن احنا اتممنا البرنامج اللي كان مسطر تاع 2020 كان لما تبقى فيه يتم قبل شهر رمضان إن شاء الله. وفي المدن الكبرى عودنا تأهيل مع محطات تحلية مياه البحر اللي كانت حتى ما كانتش تسير ب 100% من المردود تاعها، راهي الان راهي تدور في الجزائر العاصمة. تنطلق محطة جديدة رايحة تدير توازن مع نقص السدود اللي هو راح يخص للمدن للولايات الأخرى. ولهذا أنا أطمئن المواطنين فيما اعتزام السلطات العمومية باش تمول السكينة بالمياه الشرب بصفة منتظمة وما يكونش أثر على المواطنين. شكراً بارك الله فيك. كنا نستمع الآن لأجوبة. جي جوست فير أن أبيل، ندير نداء لكل المواطنين. أنا اللي قلت مقبله كنت نحكي على الشرطه المائيه وشرطه الماء وكذا، انا ندير نداء لكل المواطنين لاستعمال هذا المورد النادر بصفه عقلانيه. احنا نشوفوا معدل استعمال الماء اللي عندنا في الجزائر هو لا يختلف على المعدل الاستعمال حتى في البلاد اللي فيها وفره الماء. كي تشوفوا المعدل يعني لا يستهان به، لكن لازم احنا ندرك هذا الماء لازم نستعملوه بصفه عقلانيه، وهو في الاستعمال في الربط الشرعي. وهذا الربط اللا شرعي يقدر يؤدي حتى بامراض متنقله عبر المياه، وحتى حفر الابار الذي راح يهدد مستوى ونوعيه الماء الجوفي. ولهذا انا ندير نداء لان راح تكون مرحله قلنا تحسيسيه، وحتى نلحقوا حتى مرحلة رضعية
في استعمال اللا عقلاني والعشوائي والغير مؤهل للمياه. نعجيب الردع، ما هو الجن الردع؟ القانون كاين في هذا الشيء، كاين العقوبات، كاين في القانون العقوبات، هي تكون دي بيناليتي حتى كيكون فيها ريسيديف، تكون فيها حتى اون بو ميم اريفي، مازال ما لحقناش لهذا الشيء، لكن القانون كان قانون سيف، ما حبيتش ندخل في هذا التفاصيل. صح. مشاهدينا، كنا نستمع الآن في هذه التغطية المباشرة لوزير الأشغال العمومية.